السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعم علي، فأقول لك عيشيها بالطريقة اللي تبينها. ليكون عشان الصدر؟ لا بالعكس. يمكن عشان طبعا زي ما انتم شايفين ده كان فيديو لهبة عبد الرحمن. طبعا هبة عبد الرحمن هي اصلها متهيألي من المغرب، ماشي، ودي طبعا بتعمل فيديوهات كتير على التيك توك طبعا، وليها مواقف مثيرة للجدل. طبعا احنا مش اي حد عشان نحاسبها، طبعا ربنا اللي بيحاسب العباد، فربنا يا رب يعفو عنها، وربنا يا رب يدلها على الطريق الصح والطريق الصواب، وتبعد عن السكه اللي هي ماشيه فيها ديت. المفروض ندعي لها بهدايه، لان ربنا ممكن يبتلي اي حد منا في اي وقت ويخليه مكانها. فادعي لها رب ان ربنا يهديها وان ربنا يخرجها من الطريق اللي هي ماشيه فيه ديت. وده كان الفيديو، ولو وصلت لحد ما تنساش تعملوا باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجي لك كل جديد.